اول حاجه الساعه سوني با فاسيل، ماهوش سهل، ماهوش سهل، وساعات يولي ماهوش ممكن انك تقدم مشروع قانون في الماده الاقتصاديه والماليه. باش تنجم تقدم مشروع قانون يجب تعمل ليفالواسيون، تقييم للتشريع الجاري به العمل، والتقييم هذايا ماهوش تقييم سياسي نتاع افكار ونتاع توجهات كبرى، لا لا، تقييم يستند الى معطيات دقيقه اكثر ما يمكن تكون دقيق. الور ما عنديش ليفالواسيون تاع الوضعيه الموجوده وما عنديش ايتود دامباكت، علاش باش نحكم انا نقول نمشي في الاتجاه هذايا، نحط الطو كذا، جو تاكس ب 5% بار اكزامبل الناس اللي بتحط. فماش، فما بالك بالمعارضه، المعارضه التي هي خارج ازازه الدوله وخارج ازازه الحكم، وما ينشر من تقارير فيها المعطيات اللي يمكن تسمح لنا بانه نقدموا مشاريع فيني ما غير موجود، لانه الحكومه كي تقدم تعرف تقريبا وينش عندها وش ما عندهاش، وتعرف ديما هما يقولوا هكا ها وشنو الامباكت، ويحطوا لك في جمله انشائيه وسيكون له تاثير مباشر على حجم الاستثماري وخاصه في الجهات والرفع من القدره التشغيليه. سا سي سي با ميتي دامباكت، سا سي تي نابورت كوا، تحبني نعمل كيف ما نعمل كيف ما انا، اذا كان باش نقدم مشروع، اذا كان فما ماده ما غير ما نستحق المعطيات نقدمها، فماش ما نقدمش. الجبهه الشعبيه عندها برشا مقترحات، لكن الجبهه الشعبيه لحد الان ما زالت ما هيش ناجحه كيف ما يلزم في حاجتين. الجانب الاولاني ان توصل المقترحات هذه للشعب التونسي عبر دعايه مبسطه ونافذه وواسعه. الجانب الثاني في مستوى البرلمان، بقدر ما الكتله نتاعنا ناجحه في توصيل الصوت، ان قاعده تشهر بالمشاريع الكل اللي ما تخدمش تونس وما تخدمش الشعب التونسي، بقدر ما المقترحات إلى حد الآن محدودة وضعيفة من ناحية المبادرات التشريعية. أسباب أنا حسب رأيي هي بالأساس، يعني نجم نقول فهم الجانب السياسي فيها وفهم الجانب التنظيمي، والزوز جوانب يأثروا برشا على بعضهم، ونزيدوهم الجانب المادي اللي هما ثلاثة، معناها هما ثلاثة عناصر أساسية مش نجم تقدم مشاريع، مش نجم تكون قوي وتكون فاعل. المشكلة ديما اللي تطرح روحها اللي الهياكل نتاعها الكل متكونين على اساس المحاصره الحزبيه، معناها اي لجنه تتعمل يكونوا موجودين فيها جميع الاطراف، وهذا ياثر سلبا على ادائها وعلى مردودها، على خاطر ما عادش نعتمدوا مبدا الكفاءه اما نعتمدوا مبدا الانتماء. الجانب السياسي فما مشاكل ايديولوجيه، فما التوجهات العامه، فما وهذه كلها مسائل تتطلب نقاشات طويله ونقاشات معمقه، وهذايا بالاخص اذا نعرف اليوم الجبهة الشعبية ما معناها ما عندهاش تصور لمستقبلها. وفما حاجة نقطة أخرى مهمة برشا في تركيبة الجبهة، هي فيها أحزاب مناضلة ناضلت في وقت بن علي في وقت الديكتاتورية، وإلى جمال مش تتعدى من مرحلة النضال ضد الديكتاتورية لمرحلة بناء حزب ولا بناء كيان سياسي بديل ينجم يكون بديل للسلطة وينجم يقدم معناه يكون طرف فاعل في العمل السياسي في تونس. كصديق وكقريب وكمراقب من خارج الجبهة الشعبية لأداء اليسار بصفة عامة داخل المجلس ولا خارج المجلس، نقول اللي إيقاع بعض القضايا السياسية فرض نفسه أحيانا على الجبهة الشعبية وعلى غير الجبهة الشعبية، فما تغير موضوعي بنيوي في طبيعة الحركات الاجتماعية خلق مسافة بين تصورات تقليدية للعمل السياسي وتصورات جديدة للعمل السياسي. هالمسافة هذه فما صعوبة في ردمها بسهولة ولا ردمها بسرعة. وديما نسمع بعض الناس اللي يقولوا في الحكم خاصة فاش قدمت الجبهة الشعبية، في الحقيقة ما يحبوش يسمعوا الجبهة الشعبية اش قدمت. نعطيك آخر حاجة نحو البرنامج، النقاش تاع الميزانية الأخرانية تاع عام السنة، وقت تناقش في البرلمان تقدموا 60 مقترح تعديل، الجبهة الشعبية قدمت فيهم 22 و 24 مقترح نتاع تعديل ومقترحات ملموسة، خذوا منها واحدة برك ما خذوهمش الآخرين. علاش؟ لأنهم هم يتبناوا رؤية أخرى، يتبناوا اختيارات أخرى. الائتلاف الحاكم يدافع على مصالح أخرى نتاع أقليات، احنا ندافعوا على مصالح نتاع غالبية نتاع شعب، ونمشي معك أكثر من هكا حتى في الإجراءات المباشرة. يقول لك اليوم ما عنديش فلوس، حنا ترى ما عندكش فلوس وليش مش منعوا البلاد؟ فقلنا مثلا ما مساله هذايا الميزان التجاري اللي نتيجه ليه قاعده المديونيه تطلع وقاعده الدينار يهبط، فقلنا ما هو عندك فعل القانون 12 منظمه العالميه للتجاره وحبس التوريد العشوائي لمده زمنيه معينه واحمي الصناعه الوطنيه نتاعك،
قلنا لما خدم الفصل 35 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التو ما قيموهاش الجبهة الشعبية طارحة مراجعة الاتفاقيات اللي عملتها تونس وقت الدكتاتورية مع دول أجنبية واللي فيها مساس بالسيادة وفيها مساس بالمصالح نتاع تونس. alors il y a pas les propositions qui manquent الحقيقة سواء من الجبهة الشعبية ولا وإحنا بيدنا لي بروبوزيشن منين ناخذوا احنا سياسيين on n'est pas des experts لكن تبارك الله المجتمع المدني في تونس تقريبا 12 جمعية هي تتعاون مع الكتل الكل ولكن خطر عندما التوجه الاجتماعي يلقاو الصداع عنا احنا ومعظم التعديلات نقدموها في مختلف مشاريع القوانين هي مستوحات من تلك المقترحات التي نتفاعل معها نعدلها ونقدمها. اليوم مجلة الشغل وتشغيل الهش، اليوم النساء العاملات في القطاع الفلاحي، اليوم التغطية الصحية، مجلة المحروقات، الأراضي الدولية، هذه ملفات في الواقع موجود عليها تحركات تحتية لكن تحركات مشتتة، خلق بوصلة سياسية لها يمكن يكون مبادرة تشريعية، لكن مبادرة تشريعية لابد أن تكون في زمن مناسب وبقوة إعلامية مناسبة وبقدرة تعبوية مناسبة. هذاك علاش المهمة ربما القادمة في السنوات القادمة مش في الأسابيع القادمة مهمة عسيرة، هي خلق هذا التمفصل الحقيقي ما بين نخب اليسار داخل المؤسسات المنتخبة وحركة الجماهير في الشارع وحركة الجماهير في الواقع. المسافة قاعدة تكبر، المسافة موضوعية معناها مش خاصة باليسار التونسي، لكن على اليسار التونسي أن يدرك أنها إشكالية مطروحة للبحث ومش إشكالية مطروحة للتفكير.